أكد الرئيس السيسي أن مصر لديها ما تحتاجه صربيا من منتجات زراعية، مشيرا إلى أن مصر لديها 100,000 فدان صوب زراعية. كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر لديها الكثير في مجال الصناعة وتمثل سوقا كبيرة وواعدة. في زراعة احنا عندنا برنامج شغالين فيه دلوقتي لزيادة حوالي 2.5-3 مليون فدان خلال سنتين، وبالتالي المنتجات الزراعية المصرية اللي ممكن تكون تحتاجها صربيا هتبقى متاحة في مصر. وإذا كان في النهاردة بنتكلم على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي أو تجارة حرة بين البلدين، كل الكلام ده بيصب في مصلحة إن نشجع رجال الأعمال في كلا البلدين من القطاع الخاص على العمل. أنا بكلمكم على سبيل المثال في 100,000 فدان صوب زراعية، ما فيش حد في العالم عنده الكمية دي موجودة تبقى متاحة للإنتاج، أي إنتاج سواء كان لمصر أو لصربيا ولاستزراع السمكي وحاجات أخرى كثيرة جدا. مجال الصناعة لدينا الكثير، وزي ما بقول لكم بلد سوقها كبير قوي، وبالتالي قبل ما تكون في اتفاقيات تجارة حرة مع إفريقيا ومع الدول العربية، هي أيضا تمثل سوق كبير قوي لأي منتجات ممكن تبقى مناسبة لهذا السوق.